بلا ما نذكر الاسواق ديالنا حنا الكبيره، تتمشي الميكا ولا تتباع بدرهم، وانت تتحاربها وتبيع الانسان بدرهم. هذا الانسان جاي يتقدى، فاش غيدي سلعته؟ ما عندوش فاش غيهزها. مشى مثلا خرج للمارشي يتقدى، بصفه حنا نديرو حنا على البساطه، يتقدى الحوت. كي غيدي الحوت غيجيبو في يديه، هذاك سيدي تيبيع الحوت، تيبيع في جوطيه. مشيتي عند مول الدجاج تينقي لك الدجاج المساء، فاش غديرو؟ فاش غتجيبو؟ ما يعني هادشي ما بالش هي شي حل فيها. انا واش غنقول؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، هادشي غنقول لكم انا. بالنسبه لي انا كمواطن مغربي، انا ضد هاد الفكره هذه ديال الميكا تمنع، لانه دابا ولاو مع دابا الانسان الضعيف اللي ما فحالوش، تجي صعيبه عليه يشري ساشي من دوك الاسواق الكبرى، مابقاوش الميكات يتباعوا، واخا هما صعاب في التحليل وتيعطيو بزاف زعما ديال المواد السامه فاش كيتحرقوا، ولكن زعما ما كاينش شي حل شنو غدير بلاصه الميكا، ما كاين حتى شي حاجه. وبالنسبه للموضوع ديال دوك الازبال اللي جاتنا من ايطاليا، زعما علاش نحرقوها في بلادنا؟ بلادنا خاصها شحال من حاجه، عاد حنا نشدوا الزبل ديال عباد الله واحد اخرين نحرقوا بنت اليوم في الميكا؟ هذا الشيء ماشي معقول. انا بصفتي كمواطن مغربي انا ضد هذه الفكره. حيد لحقيتهاش، كتضر بالبيئه اولا، وخصنا بديل في متناول المواطن، ماشي مثلا من حيث الميكا مثلا لا شريتي الحوت ولا هذا كيديروا لك في الميكا فابور ما كتشريهاش، مي الا وليتي كتشري هذا وكتقى معك مثلا كيلو د البطاطا بجوج دراهم وتشريه بثلاثه دراهم، غتولي القضيه خاصنا بديل في متناول المواطن. بالنسبه لهاد البخيره اللي صيفطونا من الطليان، حنا ماشي محطه ديال الازبال، حنايا ضد هاد الشيء ديال الازبال، حنا تنحاولوا ننظفوا البلاد ديالنا، وهما تيجيو يديروا لنا اتفاقيات مع مقابل شي حاجه ما نعرفوهاش حنايا، وما يمكنش حنايا اللي نقبلوا هاد الميكاوات والسخ، وحنا تنحاولوا نقنعوا هاد المواطنين باش يتعاونوا معنا على هاد الازبال وعلى هاد الميكا باش نحاولوا نمنعوها من البلاد. وهاد الناس هاد المسؤولين اللي مكلفين كما كان النوع ديالهم تيمشيو يديروا لنا اتفاقيه ويجيبوا لنا هاد الازبال من برا، وحنا راه ما معاهمش ضد. اولا للاسف، اولا تنتاسفوا على الوضع المأساوي، يعني النتيجة ديال يعني استيراد النفايات من إيطاليا. يعني للأسف أن رغم احنا دابا الآن كفعاليات مجتمعية وكمواطنين يعني تنقوموا تنحيوا الدولة أنها قامت بواحد الحملة من أجل منع الأكياس البلاستيكية لأنها في خطر البيئة، ولكن التساؤل العريض اللي تنتسائلوا جميع كمواطن وكفعاليات مدنية، في نفس الوقت اللي تنمنعوا الأكياس البلاستيكية في نفس الوقت تنجيبوا نفايات من خارج المغرب من أجل الحرق ديالها في الوطن ديالنا. وأيضا أننا احنا لا يبعدنا إلا أيام على الكوب 22، وأيضا كوب 22 اللي تطلب من المغرب أن نكونوا نديروا يد في يد من أجل حماية البيئة ديالنا والأمن ديالها والسلامة ديالها.